الجنازة كانت مهيبة وحضرها إلى جانب الأهل والأحباب الزملاء في المهنة. لا غرابة، فمحمد مجد طبع الساحة الفنية بأسلوبه التمثيلي المتميز سواء في المسرح أو السينما أو التلفزيون. اشتغلت صحبته في فيلم الشريط التلفزيوني فطومة، فلمست فيه روح الفنية، روح المبدع المقتدر، المستوى العالي في الأداء والمتميز في عطائه، سواء في تشخيصه لدوره أو سواء في مساعدته للفنانين الآخرين في تشخيص أدوارهم. التقدوا واحد الفنان كبير يعني اللي أعطى كثير للفن المغربي، لا مسرح ولا سينما ولا تلفزيون على الصعيد العربي، ويعني كنتمنوا له الرحمه والصبر للعائله ديالو، العائله الكبيره اللي هي الشعب المغربي. الراحل بدا مساره الفني مسرحيا لينتقل الى الاعمال التلفزيونيه قبل ان يدشن اولى تجاربه السينمائيه في سبعينيات القرن الماضي. فراق الراحل شكل صدمه بالنسبه لرفيقه درب الحياه. عندي مجبور نقول إن لله وإنا إليه راجعون. محمد مجد إذن في ذمة الله عن سن 73 عاما، وري الثرى بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء حيث ولد. إنا لله وإنا إليه راجعون. هو وجه